down for what? Turn down for what? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد يا اخواني الكرام وجدنا على قناة حميد المحترفة. اولا اخواني الكرام صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. ثانيا اخواني الكرام، سوف اقوم ان شاء الله اليوم بتثبيت لعبة جيدة وهي Prince of Persia Forgotten of the Sound. وهو امير الصحراء، كما لقد صدرت الشركة الجزء الثالث أو الجزء الرابع الأول، هو تقريبا أظنه الأخير أو يوجد ما أفضل منه، هو The Forget of the Sound. وسنقوم إن شاء الله بتثبيته على جهازنا، وسوف أضع لكم تحميل اللعبة ولا داعي لتضيع الوقت. نقوم إلى مراحل تثبيت وأضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو، قوموا بتحميلها وتابعوا معي الشرح. عند انتهاء تحميلها الكرام سيكون على الملف على هذا الشكل. نقوم بالدخول الى اخواني الكرام، وستجد شيئا اخواني الكرام على صيغه ايزو او ملف على صيغه الايزو كما ترون، او سكاي دراو، ولا يهمنا هذا، ما يهمنا هو هذا الملف الايزو. ولتثبيت اخواني الكرام يجب عليك تثبيت احد البرامج الترا ايزو او الباور ايزو، وهي عديدة. أما في الويندوز 10 فيمكنك فقط بالضغط على مرتين ويقوم بفتح النافذة، وتقوم بالذهاب إلى Authorn Application كما ترون هنا في الكرام، نضغط، تنبثق لك هذه الصورة، تقوم بالضغط على Install، توافق، قم بالضغط على Next أو تختار اللغة التي تريد بها اللعبة. بعدها تنبثق لك نافذة البداية لتنزيل اللعبة، تقوم بالضغط على Next كما هو معروف، وتقوم بالموافقة على الشروط أو البنود، وتقوم بالضغط على Swivel أو Next، وتقوم باختيار المكان الذي تريد تثبت فيه اللعبة اخواني الكرام. سوف اقوم بوضعها في القرصف سي، اضغط على اوكي، اقوم بالضغط على انستال، وننتظر فقط الان تثبيت الملفات على جهازك اخواني الكرام. نقوم بالانتظار، وأحطكم علما أن اللعبة لا تحتاج الكثير من المواصفات. سأريكم مواصفات جهازي إن كنتم تظنون أن لدي جهاز خيالي أو أي شيء. كما ترون هنا أنتل كور ديو إي 5، كما ترون الجيل الثاني، وقد لدي 2.50 ولدي 4 جيجا من الرام، ولدي كارت جرافيك نيفيديا التي نيفيديا خير كرام، وهي ما يقوم بالضغط علي نيفيديا 2 جيجا في كارت نيفيديا جي تي 630. ونقوم بانتظار اللعبة حتى يتم تثبيتها. عند الانتهاء اخواني الكرام تقوم هذه النافذة بالاخير، تقوم بالضغط على تغمني لانهاء التثبيت. عفوا، عند انتهاء تثبيت اخواني الكرام يجب عليكم ملاحظة صغيرة، ان تقوم بنزع الانترنت عن جهازك كما ترون اليس متصلا بالانترنت، ونقوم بالذهاب الى نفس الملف الذي اردناه، نفس الملف الذي كنا قمنا بتثبيته، نقوم بتكبير ليكون كل شيء واضح. نقوم بالذهاب الى سكاي درو كما ترون، نقوم بنسخ هذه الملفات، ونقوم بالضغط على كوبي لنسخها، نقوم بالذهاب الى مكان تثبيت اللعبة، نقوم بالذهاب الى ماي كمبيوتر، نقوم بالذهاب الى سي، نقوم بالذهاب الى بروجرام فايلز، ونرى سنبحث عنها يوبي سوفت كما ترون، تقوم بالدخول الى يوبي سوفت، وتقوم بالذهاب الى برنس اوف بيرسيا، ونقوم بلصق هاته الملفات، تقوم بالضغط على كولي،
تقوم بالضغط على Remplace لي فيشي، تضغط على Continue وتوافق مرة أخرى، نضع To Continue. والآن إخواني الكرام تم تفعيل اللعبة وتقوم بوضع الباتش الخاص بها لتشتغل. يجب عليك فقط الضغط على أبليكي، الضغط على اللعبة وتقوم بالاستمتاع. وسوف أريكم الطريقة، ليس بهذا البرنامج، نقوم بتصوير ببرنامج آخر، أراكم داخل اللعبة. كما ترون اللعبة شغالة بامتياز، سنقوم بالدخول إليها أخواني الكرام ونقوم بلعب القليل منها. كما ترون إذا دخلت أول مرة ستجد أن هناك Continue and New Games، تقوم بالضغط على New Games، تقوم بالضغط على Continue، تختار مدى الصعوبة التي تريد Easy Normal، نقوم بالضغط على Easy حالا. ويمكنك تجاوز هذا الفيديو بالضغط على Tab. سوف أقول لكم شيئا قد يمتعكم ولو قليل. هذه اللعبة إخوة الكرام سوف أنقلها على قناة أخرى وهي للعب الألعاب، سأضع لكم رابط القناة الجديدة للألعاب إخوة الكرام لمشاهدة كيف تسري الأمور عن هذه اللعبة. سأشرح الخفايا والمواقع التي تكون صعبة لديكم لمشاهدتنا، سأضع لكم رابط. هذا هو الأمير الذي سنلعب به. سنقوم بتجاوز هذه الإعلانات، نقوم بالضغط على Escape. Yes، هذا هو اللاعب كما ترون. نقوم باكتشاف بعض بما يضرب الكاسوري لكي نرى الأماكن. الحرب شاخدة، انظروا إلى الجرافيك إخواني الكرام، الشمس أيضا تظهر، الحروب، انظروا إخواني الكرام، شاخدة الحرب هنا. سننظر من هنا، هذا رهيب إخواني الكرام، دمبر بامراتس. نقوم باكتشاف بماذا يلعب، لنهاجم. أوبلي، اقفز اقفز. السلام عليكم. كما رأيتم إخواني الكرام اللعبة شغالة جدا وهي خفيفة، وأنا أقوم بالتصوير أيضا، التصوير رهيب إخواني الكرام فيها. فقط أقول لكم تابعونا في اللعبة شيقة جدا، وندعوكم إن شاء الله إلى مشاهدة سلسلتنا القادمة. فقط الآن أريد أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا زيارتنا على الموقع اليوتيوب أو موقعنا الخاص لتحميل اللعبة، وأراكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.